البعض منا لا يتكلم يخاف أن يفهمه الناس خطأ. يقول يا أخي كل ما تكلمت كلام فهم عكس ما أريد، وكأنني كتاب رياضيات أو فيزياء صعب الفهم. أنا أسألك، لماذا يفهمك الناس؟ ولماذا إذا أخرجت ما في صدرك على لسانك وكنت صادقا، لماذا تحمل هم الناس؟ لماذا تحمل أن يفهمك الناس، تحمله محمل مؤلم لك؟ المشكلة عندهم ولا عندك أنت؟ المشكلة عندهم هم. من أحبك أخطائك يفهمها صح، ومن أبغضك صوابك يراه خطأ. عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ليش شايل هم الناس وش يقولون الناس وفاهميني غلط، وأخشى أتكلم بس ما يفهمون؟ لا، تراهم فاهمينك، بس هم لا يريدون أن يفهموا إلا ما يسوغ لهم ويؤمنوا به، وهذه من مسؤوليتك. أنا ألقي الكلام على مرادي أنا، من أراد أن يستوضح مني وضحت. أما إذا فهمه مقلوب مشكلته هو. لا تخافوا من كلام الناس، ولا من ردات فعل الناس، ولا من فهم الناس، إذا كنت في كلامك صادقا متقيا. لذلك تعبون الناس، وكأن الله خلقنا لنكون عبادا للعبيد، مع أن خلقنا لنكون عبادا للسيد الإله الواحد الأحد رب العالمين. فأهم شيء ربي يطلع على قلبك ويرى النقاء، ونطقك فيرى الصفاء والصدق. أما خلقه رضوا فهذا ما نريد، فهموا جميل هذا الأمر، ما فهموا أنا لست مسؤولا، أنا علي نحت القوافي من معادنها فقط. اللي ما فهم كما قلنا قبل ذلك يتوضأ ويصلي آخر الليل، الله يقبل منه.